اهلا 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 بيكم. طبعا احنا يعني في مين في ضيافتنا؟ فرقه كف الصعيدي في ضيافه برنامجنا التاسعه. خلوني ارحب بالفرقه الاول. اهلا بيكم جميعا، ده الترحيب العام. وخليني يمكن نرحب بواحد واحد. نبدا الاول بالعازفين، صديقنا العزيز الأستاذ حازم على العود، ده شيء رائع. وأيضا السيد المحترم شاذلي موجود معنا على الإيقاع، والسيد المحترم أحمد عمر مصطفى الدف، صح كده؟ أنا بقول الأسماء مظبوطة ولا إيه؟ مش عاوزين نلخبط الدنيا. طيب وبعد كده بقى هنروح لياسر فتحي، وهو هذا الصوت الرائع جدا اللي هيمتعنا النهاردة. وطبعا الأستاذ وليد نوبي يوسف يكتب لنا الأشعار والكلمات والارتجال. إزيكم عاملين إيه؟ بما إنه هذا الرجل هو اللي بيكتب الكلام، إيه هو فن الكف والنميم والواو؟ هو فن الكف هو عبارة عن فن ارتجال أو بيعتمد على ثلاث آلات أساسية: آلة العود والإيقاع الطبلة والدف. حلو، دي الآلات الأساسية اللي هي بيعتمد عليها فن الكف. لكن ممكن تزيد؟ والله ممكن، لكن من غير دول ما ننفعش. إضافات، لكن برضو يعني هو في الكف في الصعيد عموما لو حد ضاف حاجة غير الآلات دي بيبقى أساسا مش مرغوب فيه. ماشي. ان هو اصلا كان عباره عن طبله ودف فقط لا غير. أوكي. فالاله العود دخلت فيما بعد، حظنا حلو عشان فهي طبعا كانت اضافه اله العود. حلو. فهو عباره عن مجموعه شباب بيوقفوا يعني من القرى والارياف والنجوع في الصعيد، يعني في الاقصر واسوان. فهم يعني بيقولوا مقطع او كوبليه من تاليفهم طبعا او من للمطرب، وعلى المطرب أن يلتزم بالكوبليه من ناحية القافية والوزن. ماشي. فهو لازم لما يجي يرد بقى على الكفاف أو على اللي هو الشباب لازم يرد بقافية من نفس القافية بس غير الكلمة اللي هو كررها عشان الكلمة ما تتكررش. عايزة سرعة بديهة يعني. طبعًا. مذهلة. طبعًا. مذهلة. طبعًا دي حاجة أكيد. فدي طبعًا يعني ميزة بيتميز بها فنان الكف عن أي حد تاني. حلو. فهو عبارة بيبقى عن آلات يعني موسيقية زي ما قلنا، والمواضيع بتاعته عندنا يطلق عليها ثلاثي ورباعي وخماسي وسباعي وسداسي. دي المقاطع الكوبليهات اللي هي بتتقال على حسب كل شباب، على حسب ما هم يعني عايزين يقولوا ايه الموضوع اللي عاوزين يتكلموا فيه. الموضوع ايا كان، موضوع عن الجواز، عن الطلاق، عن المعمار، عن مثلا الانترنت، عن ايا كان موضوع هادف يتكلموا عليه. اذا هو هي مناقشه بس بفن الكف. بفن الكف بالزبط. وبقافيه وبوزن ويغني لازم في نفس الموضوع اللي جايلينه، تطلعش بره الموضوع، وبنفس اللحن وبنفس الوزن والقافيه. ده كده ده اصعب فن في الوجود. ايوه ده فعلا يعني. ايوه طبعا. ده نفضل ماشي على نفس اللحن واحافظ على القافيه واحافظ على الوزن واتكلم في نفس الموضوع وابقى سريع وما اعطلش. دي ما فيهاش هزار طبعا. ان هو لو بعد عن القافيه وعن الوزن ممكن اي حد من الموجودين في الصف قدامه ممكن يطلع يحرجه يعترضه او يعترضه فيقول له لا انت كده غلط. فهو طبعا احراج للفنان قدام الجمهور الموجود. طبعا بتبقى يعني الشباب جاي من القرى والنجوع والمحافظات في الصعيد في الافراح. وده بقى هنا يقول لك ايه، بص بقى على دماغ الصعيدي سريع والمام، لانه مش هينفع تبقى داخل المناقشه او داخل الفن وانت مش ملم بالموضوع، فلازم تاخد وتدي رايح جاي. أيوة. مفيش فيها هزار. ايوه طبعا دي حاجه اكيد يعني. ذكاء، لازم التزام طبعا. ايوه التزام وسرعه البديهه زي ما حضرتك قلت كده. طب تسمعونا ايه بقى؟ سمعك حاجه حلوه كده. تسمعني حاجه حلوه. ماشي. كل حاجتكم حلوه انا عارف. خليك الصول خير وامان من الصول برضه. خير وامان من الصول. صول Thank you.
كبير جمعنا وعلمنا أهل حضارة ولينا علومنا ورسالة نوصلها لعالمنا في مصر بلدنا خير وأمان خير وأمان في مصر بلدنا وندعو السياحة لزيارتنا في مصر بلدنا خير وأمان خير وأمان في مصر بلدنا عيون العالم زيارتنا وملايين جللنا زيارتنا وندعو السياحة لزيارتنا في مصر بلدنا خير وأمان خير وأمان حكمتنا سعيدة ولينا حكمتنا وظروف الدنيا حكمتنا وشعبنا الطيب وحكومتنا في مصر بلدنا خير وأمان خير وأمان في مصر بلدنا
مصر يا أمي يا أحلى عروسة أبوس ترابك ميت بوسة. مصر يا أمي يا أحلى عروسة أبوس ترابك ميت بوسة. صدق اللي قال أم الدنيا وصدق اللي قال المحروسة. صدق اللي قال أم الدنيا صدق اللي قال المحروسة. ومحروسة من العين يا بلادي يا ساكنة قلبي وفؤادي. محروسة من العين يا بلادي يا ساكنة قلبي وفؤادي. ويربي ذكرك في القرآن خير جنود الأراضي. يا بلد السيدة والحسين وكل الناس الطيبين. يا بلد السيدة والحسين وكل الناس الطيبين. والأنبياء مروا عليكي فيك العلماء والمبدعين. فيك الشعراوي والعقاد وأحمد زوي له فؤاد حداد. فيك الشعراوي والعقاد وأحمد زوي له فؤاد حداد. ومجدي يعقوب والطهطاوي معروفة يا مصر بالأمجاد. جواك القلع والأزهر ومعدن شعبك دايما أطهر. جواك القلعة والأزهر ومعدن شعبك دايما أطهر. وحضارتك ليها تاريخ وفرعون العالم أبهر. والغايب ليكي مشتاق يغني لك حب وأشواق. والغايب ليكي مشتاق يغني لك حب وأشواق. مين في جمالك يا بهية ده انت وطن كل العشاق. مين في جمالك يا بهية ده انت وطن كل العشاق. ويكافح شعبك ده كفاح حتى العامل والفلاح. ويكافح شعبك ده كفاح حتى العامل والفلاح. مين في جمالك يا بلدنا وحضارتك أجمل سلاح. مين في جمالك يا بلدنا وحضارتك أجمل سلاح. والشهداء عساكر وضباط من مسلمين وكمان أقباط. والشهداء عساكر وضباط من مسلمين وكمان أقباط. وقالها رسولنا في حديثه ليوم الدين انتو في رباط. الله دي حلوه حلاوه حبيبي يا استاذ. حلوه حلاوه حبيبي. كلام واداء ومزيق. ايه ده حبيبي يا استاذ يوسف؟ ده حاجه حظ. انتوا بقالكم قد ايه يا جماعه؟ بقالكم قد ايه؟ احنا والله يعني من زمان يعني في الكف ده. انا من كان عندي 10 سنين وانا كنت بمشي ورا المطربين في الافراح. غاوي غاوي بس آه. كنت لسه ما كنتش بكتب حاجه بس كنت بحب امشي وراهم كده اسمع منهم. كان عندنا المرحوم رشاد عبد العال والمرحوم طبعا. محمد عبد الرويش، المرحوم ابو سعود والمرحوم ربيع البركه. كانوا يعني دايما متواجدين عندنا في الاقصر وفي الاماكن اللي جنبنا. وكنا بنبقى دايما اول ما بنسمع بقى دعوه عند فلان بقى الفنان كده فدايما بنروح بقى مجموعه لازم نروح نحضر. فمن هنا انا بدات بقى استغرب طب هو بيتكلم ازاي، هو بيغني ازاي. فبدات امسك واحده واحده طب هو اركز معاه في الكلام لحد ما ابتديت اكتب بقى شويه شويه. عفقت الحدوته بقى. اه الحمد لله يعني. ف ابتديت اكتب الكلام ده. اروبا وليد برضو مش سهل. طب قول لي وانت بقى وانت مع وليد من البدايه ولا انا بعدها بشويه؟ برضه من زمان يعني. هو حب في الاول وهوايه بتبقى يعني اللي جذبني الحب. وازاي الفنان بيبقى ازاي في اقل من لحظه يعني بتترفع له المذهب او الخانه. مجرد ما يرفعوها له الشباب لازم يغني عليها بنفس الوزن وبنفس اللحن والقافيه.
لازم ثلاث اربع يعني يقول كوبليه واثنين وثلاثة واربع وغيروا له موضوع ثاني في اتجاه ثاني بلحن ثاني ويقول ثاني مع كل شباب يقولوا له ثلاث اربع اغاني مثلا هو لازم يغني على كل اغنيه لما هم يكتفوا ويغيروا موضوع من موضوع لموضوع ثاني يعني عايزكم تركزوا مع اللهجه الصعيدي كده وتمتع ودنك بيها نتكلم جد وانسوا بقى قصص المسلسلات والافلام وبتاع ده مش صح يعني عشان بس تبقى متفقين اسمع بس كويس في اكتر من لهجه في الصعيد بس اسمع كويس والله طب انا عندي بقى طلب بقى خاص جدا عندكم حاجه مغلينها على الصعيد الصعيد والله والله عن الأقصر كمان يعني فيها وعن الأقصر بالتحديد عن الأقصر أيوة. وعن الصعيد وعن فيها عن الأقصر وعن الصعيد في يعني هو أصل الفنان لازم أو الكاتب بالذات فنان الكف لازم يكون على قدر من الثقافة طبعا لأن ولازم يكون عنده دراية يعني بجميع الأحداث لأن ممكن يفاجأ بأي موضوع يعني أي مذهب أي حد من الشباب قال له يحكي له موضوع مثلا ممكن يتكلموا معك في سياسة ممكن يتكلموا في رياضة رياضة مسلسل في دين في اسئله دي معاك في اي موضوع في كله لازم تبقى انت مخك كفاءة. مليان ومثقف عشان تعرف تكمل لازم تكون مثقف شرط اساس الثقافه طبعا لان لو انت مش مثقف مش هتعرف ترد يعني ممكن ينزل لك سؤال ديني في الموضوع عن الرياضه عن السياسه عن اي موضوع في اسئله وفي احراجات للمطرب لو هو مسلسل هو عجبهم يغنوا يعملوا لك حاجه عليه خد بالك انه اهم اثنين اثروا في مستقبل التعليم والثقافه في مصر صعيده رفعت طهطاوي وطه حسين صح طبعا يعني لو ما بس الناس دي مش فاهمانا صح والله والله انت يعني بتقول ظروف الدنيا حكمتنا بس ما غلبتناش لا وفي حد يغلب صعيدي ولا لا حكمتنا حكم حكمتنا لكن موجوده حكمتنا حتى الحكمه موجوده هنغني ايه للصعيد طيب نغني عن من الأقصر وعن الصعيد يلا ماشي ركزوا معاهم فين الضوء بام بلان لان 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 ومن الأقصر عن الصعيد هقول لكم كلام مفيد من الأقصر عن الصعيد هقول لكم كلام مفيد كله يسمع يلا معانا ويشوف عاداتنا والتقاليد ومن الأقصر عن الصعيد هقول لكم كلام مفيد من الأقصر عن الصعيد هقول لكم كلام مفيد كله يسمع يلا معانا ويشوف عاداتنا والتقاليد بحضرتنا وبالأثار أصبحنا في ازدهار بحضرتنا وبالأثار أصبحنا في ازدهار وحدش بصوت لما بتختار عشقة الأقصر بالتحديد من الأقصر عن الصعيد بحضرتنا وبالأثار أصبحنا في ازدهار حضرتنا وبالأثار أصبحنا في ازدهار وحدش بصوت لما بتختار عشقة الأقصر بالتحديد وحدانا كرامة وطيبة ما نعرفش أي عيبة وحدانا كرامة وطيبة ما نعرفش أي عيبة وعندينا كرامة وطيبة ما نعرفش أي عيبة وكلمتنا ليها هيبة حاجة تشرف بالتأكيد عن الأقصر عن الصعيد وحدانا كرامة وطيبة وما نعرفش أي عيبة
وحدانا كرامة وطيبة، ما نعرف شي أي عيبة، وكلمتنا ليها هيبة وحاجة تشرف بالتأكيد. على الأقصر عن الصعيد كتبوا عنا ألف حكاية، ويجسدوا الصعيد في رواية. كتبوا عنا ألف حكاية، جسدوا الصعيد في رواية. كتبوا عنا ألف حكاية، جسدوا الصعيد في رواية. بنعشق لعب العصايا وهي دايما مالية الإيد. حكاية ويجسدوا الصعيد في رواية. كتبوا عنا ألف حكاية، جسدوا الصعيد في رواية. بنعشق لعب العصايا وهي دايما مالية الإيد. مرحب بيكم والله عوافي، لا بنخاصم ولا بنجافي. مرحب بيكم والله عوافي، لا بنخاصم ولا بنجافي. نبقى شريان للمودة، نبقى بلسم للتعافي. نبقى شريان للمودة، نبقى بلسم للتعافي. جوا بلادنا نشوف الروعة، جنب الساقية وجنب الترعة. جوا بلادنا نشوف الروعة، جنب الساقية وجنب الترعة. كله بيحلف تشرب شاي تحت الشجرة وجوا الزرعة. كله بيحلف تشرب شاي تحت الشجرة وجوا الزرعة. نمسك فيك والمسكة قوية، بقلوب بيضة وصافية النية. نمسك فيك والمسكة قوية، بقلوب بيضة وصافية النية. ويا الجد ويا العم نفضل نحكي للعصرية. ويا الجد ويا العم نفضل نحكي للعصرية. وفي العصر نقوم نتوضى، مية بتشبه لون الفضة. وفي العصر نقوم نتوضى، مية بتشبه لون الفضة. نفرش لينا حصيرة ونقعد بعد ما فرض الله يتقضى. نفرش لينا حصيرة ونقعد بعد ما فرض الله يتقضى. وانت وقاعد وسط اللمة كله بيجري عليك وبهمة. انت وقاعد وسط اللمة كله بيجري عليك وبهمة. فعلا توب المرجل غالي في القفطان وكمان في العمة. فعلا توب المرجل غالي في القفطان وكمان في العمة. على الله يكون عرفتونا، فرحناكم وفرحتونا. على الله يكون عرفتونا، فرحناكم وفرحتونا. وقادنا بزعن الصعيد وبحضركم شرفتونا. وبالصلاة على طه الأمين نشكر رب العالمين. مصر ذكرت في القرآن، ادخلوها آمنين. ايه العظمه والحلاوه والطعامه والفتوح ده كله حبيبي يا حاجه حلوه 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 حبيبي. تسلموا جميعا حبيبي. انا المفروض فاضل لي كام دقيقه وهيقولوا لي يلا بينا الختام، بس انا بقى ايه وليد غششني ثلاث اربع دقايق. وليد غششني قال لي بقى ايه، احنا كتبنا لك حاجه مخصوص واحنا جايين في السكه اقولها لك. قلت له بص انا احب المفاجآت، اصر طبعا. فانا الأول خلوني أشكركم جدا، نورتونا حبيب وشرفتونا حبيب والله. واحدة من أحلى الأعداد والنغم والمزيكا والكلام اللي أنا سمعتهم في حياتي، وأنا انحيازاتي أصلها صعيدي قوي. فأنا بقى إيه يعني متحيز وأعلن تحيزي طول الوقت للصعيد ورزقنا على الله، مش كده؟ ده شرف لينا والله. أنا هقول لكم ألف شكر، واستأذن مشاهدينا في أن أنا هسيبكم بقى إيه مع كف الصعيدي. هتسمعوا حاجة والله ما أعرف مكتوب فيها إيه، بس يعني هي حاجة صعيدي
حاجة مية مية. أنا ده أنا شايف ياسر قاعد عمال بيبص وكف الصعيدي وبيكتب على الكف الصعيدي فعلا دلوقتي. لسه أصلا يعني محفظهاش لسه مكتوبة حالا. لسه مكتوبة دي خارجة بنار الفرن. أيوه مش كده؟ عشان كده يعني عملناها هنا يعني يعتبر. أنتوا توكلوا على الله كده بقى، ابدأوا وأنا هقعد في حالة صمت. حبيبي يا سيدي يوسف ربنا يخليكم ورب نورته وشرفته. جزيل النعم. ماشي، وهنختم بحاجة عن مصر بعد الغنوة بتاعت حضرتك. هنختم بغنوة عن مصر. خلي بالك دولار بعد آي. لا إن شاء الله. حلقة وشهرة واسعة وطلباتكم من عيني، وفي برنامج التاسعة مع يوسف الحسيني. أيوة حلقة وشهرة واسعة وطلباتكم من عيني، وبرنامج التاسعة مع يوسف الحسيني. حبايب من الفرحة يطيروا والعوازل بيغيروا، حبايب من الفرحة يطيروا والعوازل بيغيروا، وفي مبنى مسبيرو وفي مبنى مسبيرو على الأولى تلاقيني مع يوسف الحسيني. كل جديد وحصري ومعانا الفن العصري، هاهو كل جديد وحصري ومعانا الفن العصري، وفي التلفزيون المصري في التلفزيون المصري الفن بيناديني مع يوسف الحسيني. أنا والأستاذ يوسف سوا ومعاكم نلاقي الدواء، أنا والأستاذ يوسف سوا ومعاكم نلاقي الدواء، ودينا طلعنا على الهوى ادينا طلعنا على الهوى، والفن بيناديني. لينا وليكم إضافة وقبلونا بلطافة، لينا وليكم إضافة وقبلونا بلطافة، ونشكركم على الضيافة بشكركم على الضيافة وجمهوري المستنيني. مهما الدنيا علينا حتقرص برضو حنفضل نضحك نرقص، مهما الدنيا علينا حتقرص برضو حنفضل نضحك نرقص، تفضل دايما مصر قوية طالما احمد بيخاف على مرقص، تفضل دايما مصر قوية طالما احمد بيخاف على مرقص. مصر تلاقي مليون ميزة وصورة احلى من الموناليزا، مصر تلاقي مليون ميزة وصورة أحلى من الموناليزا، عيش جواك وانت شوف زي فاطمة بتحب تريزا، عيش جواك وانت شوف زي فاطمة بتحب تريزا،
حب طاهر حب نظيف مع بعضيهم جسم رغيف ومهما زاد الحزن علينا برض المصرب ودم خفيف شعبها واحد ايد على ايد رغم انه طيب برضه عنيد شعبها واحد ايد على ايد رغم انه طيب برضه عنيد عنده شهامة وعنده كرامة ليه عادات وله تقاليد الجار بيسأل على جاره يطمن ويعرف أخباره وإذا حكاله في يوم على سر بيسونه يحفظ أسراره وبنكمل جيل ورا جيل ما نعرفش المستحيل ولازم يرجع يحنلها اللي يشرب من مية النيل مصر ما يوصفهاش كلامي لو مليون كتاب قدامي مصر ما يوصفهاش كلامي لو مليون كتاب قدامي تعيش يا أم الدنيا ونحقق أحلامك وأحلامي تعيش يا أم الدنيا ونحقق أحلامك وأحلامي ويفضل اسمك دايما باهي وعيش واتباهى انك ياهي انت الوطن وانت الاهل بحبك وبحلف والله تستحق انتي بجدارة للعالم تكون منارة ارض العلم والعلماء وتعيشي يا بلد الحضار ومن الصعيد الجواني من الاقصر بلدي وعنواني ومن الصعيد الجواني من الاقصر بلدي وعنواني يا مصر يا حلوة الحلوين ده اللي بناكي حلوان